احنا معانا على التليفون ومن المغرب الاستاذه حنان الشفاع الصحفيه المغربيه بموقع ميديا 90. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير استاذ كريم، صباح الخير لضيفك العزيز محمود لبلوم، صباح الخير لكل الاشقاء في مصر العزيزه. تحياتنا لحضرتك ولكل اهالينا وحبايبنا في المملكه المغربيه، وانت ست عارفين المحبه المتبادله من قديم الازل بين مصر والمغرب على الصعيدين الرسمي والشعبي بطبيعه الحال. عايزين نعرف من حضرتك ايه تفاصيل الواقعه اللي حصلت، لان كان في تضارب في الاقوال انجاز التعبير. الواقعه ابتداها فريق انين بنجيري بيان رسمي اكد على انه لم يحصل على ترخيص رسمي من السلطات المغربيه لهبوط طائرته لنزول طائرته في مطار محمد الخامس لمواجهه الوداد المغربي برسم اياب ربع نهائي دوري سوبر ليج الافريقي. رد الجامعه المغربيه لكره القدم او الاتحاد المغربي لكره القدم كان صريحا شافيا واضحا بأن فريق إينينبا لم يستخلف أو لم يستكمل جميع إجراءات الأوراق العادية الروتينية من أجل استقبال طائرته هنا بالمغرب. كل تعرف دور المغرب الرياضي وكذلك مساهمته في تطوير إفريقيا وكذلك تقدم إفريقيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا يضمن المغرب نزول طائرة لأي فريق أو منتخب شقيق يحضر للمغرب لمنازلة أحد الأندية أو المنتخب الوطني، أحد المنتخبات الوطنية. كان هناك لبس فقط لكي تنزل طائرة إينينبا بمطار محمد الخامس تصل إلى التراب المغربي، لابد من استخراج جميع الإجراءات القانونية، الأوراق القانونية. فريق إينينبا عللها بسوء الأحوال الجوية اللي عرفتها المملكة المغربية خلال اليومين المنصرمين، واللي بالفعل كان هناك اضطراب في الرحلات، ولكن الرحلات الداخلية وليس الخارجية. مرحبا دائما بالأشقاء الأفارقة في بلدهم المغرب، ودائما المغرب يحاول على أنه يلعب ذلك الدور الريادي من أجل أن تكون إفريقيا قوية وتكون يد واحدة. طب انا برضو عايز ادخل استاذ محسن معانا في الحوار حتى فرصه يصبح على حضرتك، واضح ان في صداقه ومعرفه سابقه. يعني هل من المنطق ان في بطوله كبيره بالشكل ده يبقى في النوع ده من الثغرات، ان هم لم يستوفوا الاوراق المطلوبه؟ هل ده منطقي؟ الاول طبعا بحيي زميلتي حنان من المغرب، وعايز اقول ان دي افريقيا، يعني هي دي افريقيا، الكلام ده بنشوفه في اي حته في العالم، هي دي افريقيا. يعني للاسف ما خدتش ثانيه عشان تتصف معاك، ما هي ده افريقيا، يعني هي الاجابه افريقيا طبعا. يعني لان اللي بيحصل ده ما بيحصلش في اي حته ثانيه. وبعدين انا يعني رؤيتي للموضوع ان انيمبا عايز يطلع من، يعني مش عايز يسافر اساسا. ليه مش عايز يسافر؟ لان انيمبا من بين الفرق الثمانيه طبعا هو اتغلب على ارضه، الموضوع بالنسبه له تقريبا منتهي اكلينيكيا، يعني دي رقم واحد. رقم اثنين هو اصلا ما كانش مشارك في البطوله، هو شارك بدل حوريه كوناكري الغيني، دي حاجه كمان. الحاجه الثالثه والمهمه ان الثمان فرق دول متاهلين الى دور المجموعات في دور ابطال افريقيا ما عدا انيمبا، ما خرجش بقى من دور ال 32، لا ده خرج من الدور التمهيدي، اتغرب من اهلي بنغازي، يعني هو اصلا مش موجود. طبعا هو كان فريق كبير، يعني فريق كبير. التصريحات اللي هم اطلقوها دي بس من باب الحفاظ يعني على ماء الوجه، يعني ماء الوجه، يعني عايز يقول له خلاص يصعد الوداد وانت ما تروحش، يعني هو عايز يطلع من الموضوع. يعني استاذه حنان، على فكره عايز بس استغل كمان فرصه اللي حضرتك منورانا النهارده من خلال التليفون، عايز اقول لك ان المغرب بيتم ذكره باستمرار في الفترة الأخيرة، ولا سيما في برنامجنا ده مقترنة دايما كل مرة بيتم فيها ذكره بالإشادة، لأن أنتوا الحقيقة على صعيد منظومة كرة القدم عموما عاملين شغل أكتر من ممتاز، بنهنيكوا عليه وبنحييكوا عليه. كريم والله سنتكلم معك واستحضر ذكريات مونديال قطر وكيف قناه الاهلي سندت المنتخب المغربي وسندت المغرب، وهذا غير غريب على قناه الاهلي وعلى الاعلام المصري وعلى مصر كلها. والاكيد كيف ما انا قلت لك في الاول، لا يمكن للمغرب ان يرفض استقبال طائره منتخب افريقي في طريقه لمواجهه الوداد او اي فريق مغربي او اي منتخب مغربي. المغرب دائما يده ممدوده الى كل الاشقاء الافارقه من اجل افريقيا قويه، من اجل افريقيا تتطور. لا نتكلم عن الدول العربيه، الاكيد ان الدول العربيه وصلت الى ما نطمح له، ولكن الى الدول الافريقيه الشقيقه الاخرى كما قال محللنا الكبير الاستاذ فؤاد، وهو خير العارفين ان
عفوا محسن، ان هذا كان تمثيل من فريق انين با. فريق انين با اللي ما عندوش يخسر، هو يعرف قوه فريق الوداد على ارضه، حتى ولو كان الوداد ينضم الى كوكبه الفرق اللي تهزت خارج الديار كان سيكون قويا بميدانه امام جمهوره، وكان اكيد سيبحث بكل جديه وبكل وينافس بشرف على بطاقه المرور الى نصف النهائي للتواجد جنب الاهلي المصري لتنهلوا لضمادنا اول بطاقه عربيه في دور النصف. الوداد حقق اول انتصار وكذلك اول هدف للمغرب المسابقه الافريقيه الجديده بواسطه العديد يحيى جبران. لو بغيتي نتكلموا على الوداد، الوداد فكر جديد رفقه المدرب الجديد عادل الرمزي اللي تكون في الديار الهولنديه، لجذب فلسفه وفكر جديد تعتمد على الاستحواذ، الكره الشامله، الدفاع الهجومي وكذلك الدفاع والهجوم بصوره جماعيه، فلسفه جديده سيحاول على انه يطبقها في المغرب. والان اعطت حكام الوداد خلال سلسله النتائج الجيده الايجابيه خلال المباريات الاخيره. كذلك من ايجابيات هذه الفلسفه، الفلسفه الجديده اللي حاول عادل الرمزي على ان يعطي بها هويه لفريق الوداد وكذلك لكره القدم المغربيه في افق تطبيقها لملا افريقيا. اول المتجاوبين مع فلسفه الشاب المدرب الشاب عادل الرمزي هما الظهيرين الايمن ايوب العبود الذي تمت المنادات عليه للمنتخب الوطني من طرف وليد الركراكي الذي كان مدربا للوداد، وكذلك الظهير الايسر المونديال يحيى عطية الله الذي ابلى البلاء الحسن بمونديال قطر. كيف ما قلت لك زميلي كريم ان الوداد شرس على ارضه وكذلك باسلحه المدرب الجديد عادل الرمزي لتستدعي جميع الحظوظ تكون في صالحه وكذلك التوفيق والتالق من اجل ان ينضاف بروفيل جديد لكره القدم المغربيه وكاريزما جديده لمدرب جديد سيقول كلمته مستقبلا على غرار السلامي عموته والان عادل الرمزي. ويحسب للوداد انه دائما يعطي الثقه للاطار المغربي من اجل التالق من اجل حصد النجاح. يعني الحقيقه يعني اختصارا للوقت، انتوا فعلا في الفتره الاخيره بصفه خاصه عاملين شغل اكتر من ممتاز، بنهنيكم عليه وبنحييكم عليه كمان مره، اصبحتم يعني فعلا مضرب للامثال وبنستشهد كتير بنجاح منظومه كره القدم المغربيه ولا سيما في الفتره الاخيره. بنشكرك كل الشكر لوجودك معانا النهارده.